هذه هي سفوح جبال شنغال التي في ظاهرها ما هي إلا صخور صماء لا تقوى على فعل شيء، ولكنها فعلت الكثير. ففي الثالثة فجرا من الثالث من أغسطس عام 2014، وعلى مقربة من هذه السفوح وتحديدا في شنغال، نفذ تنظيم داعش الإرهابي هجوما وحشيا بحق الشعب الأيزيدي. ولم يعبأ الإرهابيون ببكاء الأطفال ولا صرخات النساء اللواتي استغثن بقوات البيشمركة والقوات العسكرية العراقية، ولكن استغاثاتهن قوبلت بهروب وهزيمة جبانة دون الرد على الهجوم الإرهابي ولو برصاصة واحدة. وفي هذه اللحظات العصيبة برز دور جبل شنغال الأشم الذي قام بمهمتين عظيمتين عجز العالم بأسره عنهما. الأولى أنه أوى أهالي شنغال الذين لجأوا إليه، والثانية أنه أوصل صرخات الثكالى التي قوبلت من العالم كله بآذان صماء. ولكن كان هناك من سمع ولبى، وحدات حماية الشعب والمرأة، وكوكبة من شرفاء أبناء روج آفا الذين أبوا أن يحل الظلم، وهم لطالما هتفوا بالحرية. وبين هؤلاء الأبطال توهج نور القيادي شورش خنس. القيادي شورش رغم أن أكتافه قد خلت من النسور والسيوف والنجوم الكاذبة التي تعالت على أكتاف جيوش العالم، إلا أنه بما فعل عجز أعتى قياديي وضباط الجيوش عنه. تمكن هذا القيادي مع رفاقه المناضلين من شق طريق آمن من روج آفا إلى شنغال بطول 40 كيلومترا، حيث انطلق من جزعة مخترقا تحصينات داعش الإرهابي التي كانت ممتدة على طول الطريق غير آبه بكل هذا. وقد جعل نصب عينيه هدفا واحدا، وهو تحرير أهالي شنغال. وفي ذات اليوم الذي قرر فيه المسير تجاه جبل شنغال، تمكن بعد معارك طاحنة من فتح الممر الآمن الذي بفضله تمكن قرابة 150,000 من الأيزيديين من النجاة بحياتهم والوصول إلى روج آفا. كما تمكن من إيواء قوات حزب الديمقراطي الكردستاني الهارب من خلال هذا الممر ومن معبر مدينة ربيع الحدودي وإيصالهم إلى روج آفا. شورش خنس وضع بصمته في كل مكان خطته قدمه، التي تمثلت بالتضحية والنضال من أجل الحرية. شورش التي تكللت مسيرته بأن نال مرتبة الشهادة، ستبقى شنغال وروج آفا وكل مكان عرفه شورش ممتنا لهذا المناضل الذي سيبقى تأثيره الثوري باقيا ما بقي الدهر.